هنا مشروع بنوفا تقريبا يتكون من 4 مباني وحديث الإنشاء لسه مفتتح يعني في السنة هذه، ويتكون من 4 مباني وبينهم طريق أو الدور مفتوح. المبنيين هذولي تجارية مكتبية، هنا تجارية سكنية. لو نشوف اللغة المعمارية حتى المستخدمة في الجزء السكني مختلفة تماما عن اللغة المستخدمة في الجزء التجاري المكتبي. هنا منطقة الجلسات الخارجية، لو تلاحظون في النقط اللي زي المسامير الفضية، هذه تحديد أماكن الجلسات المطاعم بشكل غير مرئي عشان بس ما يعني يأخذون جزء كبير من الممر الرئيسي. محافظة على الهوية المعمارية المبنى شيء مهم، عدم تشويهها. لو بنلاحظ اللوحات دائما تكون خلف الزجاج مع لوحة للمشاة جانبية. هنا القسم السكني 3 مواد دائما نشوفها مكررة: الاستخدام التطعيمات بالألمنيوم والحجر. هذه غرفة ممكن تكون كوشك، ممكن تكون غرفة سيكوريتي في أحد المباني بدل الغرف التعبانة. طبعاً قطع من الخشب، في مادة هنا عليها باتن كأنها ستيل شيت أو ألمنيوم، ومع إنارة بين الفتحات هذه. هنا يا شباب نشوف العمارة جاية بشكل طولي، طبعا الهدف زيادة المعارض. لو تشوف كمية المعارض هنا يمكن حوالي 8 معارض، فبدال انه المعرض مثلا ياخذ العمق، لا قام خلاها كتلة طولية على طول الارض واخترقها بممر وفتح محلات اضافية. فلانه الغالب الانشطة يعني مثل ما تقول اغلب الانشطة احنا قاعدين نشوف مطاعم وكافيات وما شابه، ف 150 متر إلى 180 متر هذا أكثر ما يحتاج. المعارض الميزانين و 300 و 400 متر كانت يعني طامة اقتصادية بالنسبة للتشغيل، بالنسبة لبداية الاستثمار. والآن أتوقع أن راح تواجه صعوبات أكثر. الفترة اللي راحت كانت ماشية، الاقتصاد كان ماشي، لكنه 150 متر أنا أشوف أقصى حاجة. فزيادة المعارض كانت بمقترح هذا، إضافة أن النعومة في الماتيريال يعني في فوق دورين مكاتب. نشوف واحد المطاعم الآن في الستاند هنا يحمل اللوجو محفور عليه، غالبا هنا راح يكون المنيو، تشوف زي المحلات الثانية، وجرس للمعاقين وإنارة فقط، يعني بدون أي لوحات كبيرة يعني جاية من أول آخر المحل مثل إحنا ما نشوف.
وهذا مشروع على نهر التيمز كونتينرز مطاعم ومقاهي. هذا ترند جديد بدأنا نلاحظه ينتشر في العالم، بدأ هنا في لندن. طبعا أنا وبندر اليوم العصر بنطلع على البوكس بارك، في 2 بوكس بارك في لندن بنغطي إن شاء الله تغطية أوسع من كذا. طبعا المشروع هذا يعني يقع على دورين، والهدف منه انه تجميع الارتست والديزاينر اندستريال ديزاين والانتيريور ديزاين ممكن اركيتكت في مكان واحد. هنا مشروع سكني تكون من 3 مباني. طبعا تشوفوا النظام إنشائي صراحة مثير للاهتمام عن طريق الكيابل الشد هذه، وفي الغالب هي وظيفية وكسبوز في نفس الوقت. يعني طبعا ما شاء الله التصميم الشيق جدا جميل، احنا قاعدين نتفرج عليه انتو الانتيريور حقنا. الطريق هذا اللي احنا عليه مفتوح للبابليك، على لوحة في البداية هناك على زجاج مفتوح من الساعة 8 صباح لـ8 المساء للبابليك. بعد الوقت هذا راح يتسكر باب ويصير دخول برقم سري. هنا حديقة صغيرة ما بين المباني. طبعا المبنى هذا من المباني اللي نشرت قبل فترة على الارش ديلي وشورت ليست المباني الحديثة في لندن. إطلالة أنت اللاندسكيب هنا مهتم فيها، حيث خلق إطلالة جميلة للمباني من فوق. في ببرج رابع برضه هناك، شباك هذا طلع كأنه البلكونة لأنه يفتح بشكل كامل ومحطوط له الهاندريل، فأعطيك إحساس البلكونة من الداخل. طبعا زي ما نشوف الحائط الزجاجي اللي هناك اللي يقسم المنطقة اللي سيما بابليك عن البابليك، ويقدرون يسكرونها مساء بحيث تحافظ على خصوصية السكان.
هذا أحدث أحدث المباني في لندن، واللي لو مهتمين بالعمارة بيكون شافوا صورة بشكل كثير في مواقع المعمارية. هذا مشروع جميل. في ملاحظة هنا استخدام اللوفرز في الواجهات، وأيضا نلاحظ شباب كيف المعمار يتعامل مع تغطية وحدات التكييف باستخدام نفس اللوفرز. طالعة متناسقة مع الواجهة. الواجهة وقفت مع الدور الأول، والميزانين والدور الأرضي جايين بلغة مختلفة، وفي منطقة فصلتهم. هذه فيها الأجهزة الميكانيكية من ناحية التهوية والتكييف، فيكون هنا مخرج تهوية لهم. شوف الجدار هذا، التكثيف الحصى والزلط في المنطقة اللي تحت، وتدرجها واختفاء في المنطقة الفوق، ومعطي إحساس جميل في على السور. وهذه الأشياء تحتاج دقة كبيرة في التنفيذ. نشوف نفس البحث اللي كرر استخدام جدران تدرجات برضو مستخدم في الأرضيات يعني مع السفلت. هنا نشوف مدخل مواقف جاي جزء من الكتلة وغير مشوه لها بشكل مخفي. لاحظ هنا شباب، هذا مبنى قديم، هذا مبنى جديد. لاحظ البلازا اللي بينهم، يعني لو كان المشروع ذا بالرياض هنلاقي أسوار وارتدادات ضايعة، لكن فضلك البلازا هذه يستفيد منها المشروع اللي هنا واللي هنا. المطاعم والمقاهي تقدر تستخدمها كاوت دور، هذا اللي نفتقده كثير في العمارة السعودية. احنا هنا في منطقة سوهو لندن، منطقة تاريخيا كانت منطقة فقيرة ومنطقة تنتشر فيها الجريمة،
والدعارة، لكنه حصلت انه تطورت، كانت اجارات رخيصة وشجعت الكثير انهم ينتقلون لها كمحلات تجارية، واصبحت الان منطقة جذب كبيرة للمطاعم، وهي منطقة يعني كأنك تدخل ما بين فلل، ما بين عماير، كل كاركتر تاريخي لها. هنا احد الاماكن يعني مثل الكورت هنا دخلنا عليها من البوابة من هنا، وتنتشر على المطاعم على 3 أدوار مثل ما احنا شايفين، والجلسات في النص. فهذه فكرة مشروع يعني بحد ذاتها، لكن طبعا لابد ان يعني نجاحها وفشلها في مكان جديد مرتبط بالقصة التاريخية اللي كان خلفها. احنا هنا في مجمع ويستفيلد في لندن، تقريبا هو المول شبه الوحيد يعني المول المغطى الكبير في لندن، في نفس الوقت يعتبر من أضخم المولات في أوروبا. الفكرة عبارة عن الممر الطويل هذا، طبعا الممر يضيق معنا في الأخير، وفي نفس الوقت قاعدين نطلع من سوق يوصل مرحلة 10-12 متر في الأخير. الفكرة هنا في مبنى تجاري تكمل له فوق، بس اللي على اليمين هذا كله مطاعم على كل الأدوار. بتلاحظون حتى السقف، يعني الحين تمطر الآن، وجو بشكل عام في لندن ممطر. الجهة اليمين ما فيها في الغالب مظلات، على اليسار فيها، شوف في جلسات خارجية وجلسات على الدور الثاني، مطاعم غالبا متصلة مع المطاعم على الدور الأرضي.